اتقال من كام يوم بعد المستوى الزمالك في كاس الرابطه انه الزمالك مش عايز عبد الله جمعه هيعرضه للبيع واوباما يعرضه للبيع. طبعا ما فيش حد هيشتري اللعيبه دي بارقام كبيره يعني. الزمالك ما عندوش حل في ظل كمان غلق القيد غير انه يتحمل اللعيبه اللي اتكلم عنهم يوسف اوباما او عبد الله جمعه او الكلام ده فامهلهم لنهايه الموسم. وبعدين يقول لك ان هيبيعهم مجانا، وفي حاجه اسمها بيع مجانا؟ اتركهم مجانا، مش حاجه اسمها ابيعهم مجانا يعني اتركهم ايدهمش خلاص هيبقوا حرين يعني يروحوا اي نادي براحتهم يعني. لكن ليهم فرصه وانا بتصور اتنين نجمين كبار يعني صعب جدا التفريط فيهم حتى لو حصل صدام لكن صعب جدا التفريط فيهم. المفاجاه انه احد الوكلاء كان بيتكلم يعني عرفنا من خلاله مع وكيل انه كارتيرون كلمه وبكلم وكلاء كتير جدا بيطلب منهم اي عرض في الخليج. ومن كتر ما هو اتكلم بقت حتى انديه الخليج قلقانه يعني مش عايزه تتكلم معاه وتدي له الشروط اللي هو طالبها وكل الكلام ده وندفع له الشرط الجزائي وكل الامور دي والحوارات دي. فتبان وكانه كارتيرون بيشحت عقد في الخليج. هو مش عايز يقعد في البيت، هو مش عايز يقعد في الزمالك خلاص، بس برضه مش عايز يقعد في البيت. ما تقعد 6 شهور في البيت يعني مش ممكن، عايز يقبض كل شهر. لكن تقدر انت تمشي لو انت مالكش كيف، ما تمشي خلاص انت حر واقعد في البيت لغايه ما يجي لك عقد. انما هو مكلم وكلاء كتير جدا وانديه الخليج عارفه ان هو عايز يلعب الزمالك بيهم، فالناس بعد عنه خالص في الفتره دي.